طارق حامد بيكسب بدون محمود علاء، بيكسب بدون مصطفى محمد. ايه رايك؟ اه يعني الزمالك ولا وفرجاني ما كانش موجود كمان. الزمالك والاهلي مش هيقفوا على حد. ما النهارده كسب بدونهم. يبقى بعد كده مفروض ان انت يبقى قلبك ميت. اي مدير فني يبقى قلبه ميت. اي حد بيلعب بيسد مكان الراجل. يعني اي حد بيسد مكان اي حد. اه ماشي بيبقى في مثلا ثقه، بس الجمهور كان بيخاف كده مثلا عدم وجود ساسي، عدم وجود طارق، يقول لك الله نص الملعب. النهارده امام عاشور ورؤى موجودين في نص الملعب والامور مشيت بشكل حسيت بفرق. ما انا بس ما انا بقول لك اهو الجمهور بس بيبقى خايف. ما هي بص مشكلتنا ان احنا دايما بنشعبط في النجم. اه ماشي، النجم ده في وقت من الاوقات مصاب ينزل. لازم يقعد، بيتوقف، بيتصاب، فلازم يبقى في بدايل. حلو، واخد بالك؟ طب دلوقتي ساسي مثلا بيقول لك انا ما يا عم مع الف مليون سلامة، مع ان انا بحبه جدا. ما خلاص انت شايف دلوقتي ان الامكانيات الماديه في العالم كله مش هنا بس. مش في مصر بس. اه ما تقعدش بقى تتفرد وتتني علينا وتقعد تقول لك لا عايز 2 مليون يورو، لا تلا. بنسمع ارقام غريبه. ما هتقول لي محترف ماشي، بس انت بقى لك سنه بتشحك كوره بقى. لو جيت لو جينا فنطناه بجد انت بقى لك الزمالك سنة. اه طبعا بعد الاصابه الناس انت الزملكاوي بيتغنوا بساسه كانت. ايوه ماشي، ما هو بص ما لما النهارده ما لعبش حسيت المكسب بيغطي على اي حاجه. انت عارف لو يمكن عشان اشرف بن شرقي موجود. بص ما انت الحته اللي هي البصير دي هو واشرف بن شرقي بيعملوها. لو اشرف بن شرقي اوباما بيعملها لما بيكون فايق. اوباما بيعملها لما بيكون فايق برضه عادي يعني. ما بيعملش، ما بيخترعش الزر. اه بنحبك ولعيب كويس وكل حاجه، بس انت شايف ان البلد او النادي في ظروف صعبه، واخد بالك؟ انت مش عايز تجدد، قول انا يا جدعان مش هجدد. آه خلاص. انا ما تقعدش تقول بقى انا جاي لي عقد ومش جاي لي عقد وتضغط وبتاع فلازم برضو يبقى في الناس المسؤوله قلبها ميت يعني. لو قعدتوا ماتشين ثلاثه سعره هينزل. ايه يعني المشكله يعني؟ ما تقعدوا يعني. التصريح بشيكو كابتن ما بعد اللقاء اللي عايز يمشي يمشي، ده انت معاه في الجزئيه دي؟ لو هو قال كده بجد. هو قال كده بعد. طيب بعد يبقى صح. الزمالك والاهلي مش هيقف على حد. اي نادي في مصر مش هيقف على حد. انت عارف لو بيقف على حد كان زمانه قفل. صح. كمان كابتن الخطيب بطل، كابتن حسن شحاته بطل، كابتن فاروق جعفر بطل، واخد بالك؟ في النادي الاسماعيلي علي ابو جريشه والعجوز وكل الناس الاسماء الجامده دي بطلوا، قفلوا الانديه. ما بيجي اجيال تانية وخلاص. خدنا بطوله، خدنا، ما خدناش، انت وحظك بقى. يعني نادي الزمالك بقى له 5 سنين ما خدش الدوري. هتفرد واتني على النادي لما انا كنت جبت دوري السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ عشان كده اقول اه ده انا صاحب. هتقول لي بقى جاب السوبر، ده ماتش واحد، يا بختك يا ابو بخيت. واخد بالك؟ طيب.